لم يدرك الإنسان مدى خطورة الاختلال الذي أحدثه في التوازن البيئي إلا بعد حين. فقام لإصلاح ما أفسدت يداه بإنشاء محميات ومنتزهات تمثل عينات من الأنظمة الإيكولوجية والتنوع البيئي المختل، وأدخل بها أصنافاً من حيوانات مهددة بالانقراض حتى تتوالد وتتكاثر. هو عندك، هو عندك، ما هلا هو هو جاي. أمد يتابع رحلة إعادة بعض هذه الحيوانات إلى فضائها الطبيعي عبر رحلة الألف ميل.